مليون جنيه بالتمام والكمال. نعم عن امك، انا مش قلت لك تطلبي منه 2 مليون جنيه؟ هو ايه ما فيش سمعان كلام؟ والمصحف طلبت زي ما قلت لي، بس هو بقى خاف لاخدهم وارجع اطلب تاني. ناصح قوي ده ما كانش عايز يديني ولا مليم غير لما اعمل العمليه، بس انا بقى ايه لفيتها له، قلت له هات نص الفلوس دلوقتي والنص التاني بعد ما اعمل العمليه. ناصحه برضه يا بت. ايوه تصدقي انتوا الاتنين لاقيين على بعض موت. اديني بقى دي وانت دلوقتي هترجعي للدكتور، هتنزلي المحروس وتجيبي بقيه المصلحه وتجيلي. اطلع على فين؟ لا انا لحد هنا وتمام قوي، انا خلاص رميت شريط الموبايل اللي كنت بكلمه عليها وخلصت الحكايه على كده. خلصت؟ خلصت. يعني ايه؟ يعني بارك الله فيما رزق. ومروح عند الراجل ده تاني؟ انا مش راح. اتجننت يا بت ولا ايه؟ عايزه تسيبي مليون جنيه عشان خايفه؟ ما هو يا روح ما بعدك روح، انا مش دراني لو رحت له ممكن يعمل فيا ايه؟ يا بت يا بنت افهمي بقى، انت فاكره عاصم ده ايه؟ عصبجي؟ لا ده دكتور، يعني راس ماله اسمه وسمعته، هو عايز يخلص من المصيبه اللي انت شايلاها، يقوم يخلص عليكي ويشيل مصيبه ثانيه. طب افرض انا حصل لي حاجه، انت عامل ايه يا بينك؟ بينج بونج، يا بنت ما تخافيش، ده الموضوع كله شك الدبوس. طب افرض انا بقى رحت عملت العمليه وبعد كده كرشني وقال لي مفيش فلوس، ساعتها بقى هيبقى ازاي الحال؟ لا هنبقى طولنا بلح الشام ولا عنب اليمن. حلو حلو جو سوق العبور ده، وحتى لو ده حصل يبقى انت كده في السليم، نزلت العيل في عياده محترمه وعند دكتور كبير، مش احسن ما تنزليه تحت السلم يجي لك فيروس يفرتكك؟ مين قالك اني عايزه انزله؟ نعم ياما انا صعبان عليا انزله، ده روح عايز نقتل روح؟ ده روح عايز انا اقتله. عزاء انا شامم من اول كلامك ريحه زفاره. بصي ياما شغل الحاجات والقصص دي مش هياكل معايا، انا مش عاصم. يعني يهون عليك؟ ده انت ابوه. يلعن ابوه. بصي ياما الواد ده اخره يبقى عبحلين في فيلم الخطايا. انا اسف ياما انا معرفوش. ما تعرفوش؟ امال مين ابوه؟ لست ادري. كاوتشا انت شربت ليه؟ ايه دوختي ولا عايزاني افتح لك شمبانيا؟ هو الشمبانيا بقى تغلى عليا ولا ايه؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا قلبي، بس اضربي دي عشان تاني. ايه القرف ده يا شمس؟ معلش يا باشا ما تتقلت عليها في الشرب برضه. طب تعالى معلش تعالى اوريك على الترابيزه. محسن خد حاجة الباشا حطها لي على الترابيزة. تعالي اقعدي مع الباشا خلي بالك منه. معلش اطلعي بره بسرعة. واخرتها يا ام العز غصب عني يا شمس. لا يا حبيبتي مش غصب عنك، بمزاجك وانا عارفة وساكتة وبقول بكرة تعالي. يعني ايه؟ يعني يا حبيبتي الزباين اللي بتيجي هنا بتيجي عشان تتبسط تطلع نفسها مفتوحة كده على الدنيا، لكن لو انت هترجعيني كل يوم على زبون وتقرفي 10 حواليه يبقى بناقص. بناقص؟ اه يا حبيبتي بناقص، ولحد ما اشوف لك السرفه والزفت اللي في بطنك ده مش عايز اشوف وش امك هنا. بلا قرف. عزه ايه اللي رجعك من الشغل بدري كده؟ ولا النهارده عيد العمال؟ نسيت حاجه في اوضتي وراجعه اجيبها. والله يعني ما رجعتيش في وش الزبون في الكباريه؟ هي لحقت بلغتك؟ فضي بطنك عشان تعرفي تعيشي. بقول لك ايه يا هيثم؟ القصه دي احنا اتكلمنا فيها وخلصناها. خدي يا بنت هنا. انا مش بكلمك. انت بتقول كلام بيضايقني يا هيثم. اقول كلام يضايقك احسن ما اعمل حاجات برضه تضايقك. اسمعي مني، اتصرفي في الموضوع ده بمعرفتك بدل ما خلصها انا بمعرفتي. اخس عليك،
وتهون عليك عز حبيبتك. تهون؟ ما انت عارفاني ما عنديش حبايب في الشغل. رجل بلا قلب ولا ضمير. كله يوسع للعروسة. خش برجلك اليمين يا حبيبتي. الله أكبر، حسوة في عين اللي ما يصلي على النبي. يا روحي اسم الله. القهوة. مبسوطة يا عزة؟ قوي. والواد عامل ايه؟ بيلعب ما نايمنيش طول الليل. بالإذن بقى أحسن، عندي مواعين قد كده في الحوض وعايزة أغسلهم، وأخاف أحسن أم عزة تزعل مني. جرايا وليا، أنت مش شايفة شغلك ولا إيه؟ والنعمة هد حيلها ليل ونهار، بس زي ما أنت شايفة كده، كل مادة بتعند زيادة. خدي روقي دم. أنا نازلة يا تيلي يا أبلة؟ هلا، رايحة فين؟ نازلة الشغل. لا، أنت هتيجي معايا النهاردة. أجي معاكي فين؟ فاكرة صفوت؟ صفوت مين؟ الراجل اللي بهدلتيه امبارح. آه، اقطع بسحنته اللي شبه التوك توك اللي خشش في عربية كارو. يا بنت الراجل زعلان واخد على خاطره، وأنا قلت له ما تزعلش، أنا أجيبها لك لحد عندك في شقتك، تستسمحك وتقولك حقك عليا. نعم يا أختي، أروح له فين؟ لا قبل انا ما بروحش شقق، انا اخري معاكوا انزل الكباريه ولا المخروب الكلوب بتاعكوا دوت، لكن هتقولي لي بقى شقق وشندوشات اقول لك ملياش فيه. بنت صفوت ده اكبر تاجر فاكهه في القلوبيه، يعني فلوسه كتير وزعله وحش، وانا ما ينفعش اخسره. يغور بفاكهته، وانا اصلا ماليش طول على الفاكهه. بقول لك يا بنت، احنا هنا بنشتغل ما بنحصلش. شمس بالهداوه بالهداوه، ده بلبله فاهمه ودماغها ترسم بلد، بس عايزه اللي ياخدها واحده واحده. بقول لكم ايه، انا سكه دي مش سكتي ومليش فيها. اسمعي يا بت، السكه دي سكتنا، عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك غور في ستي دي وارجع للشارع اللي جيتي منه. هغور اغور وسيدي الغور ورا الشارع اهو من قعدتي في المخروبه دي. جاتكم ستي النيله. اسمعي يا بت، عايزه تمشي تمشي زي ما جيتي، خشي اقلعي الهدوم دي والبسي القلاقيل اللي جيتي بيها. احسن بردك. ورايا يا ولية. اهلا اهلا وسهلا يا ميت خط عزيزة، اتفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خير؟ ايه اللي حدفك علينا؟ بلبلة اشمعنى؟ مشيت. انت هتستقبلي يا شمس؟ يعني ايه ماشي؟ دماغها ناشفه مش عايزه تشتغل، اعمل لها ايه يعني؟ اجيب لها حبل واربطها؟ اه تربطيها وتكلميني اجي اخدها، مش انا اللي جايبها لك. ما خلاص بقى يا عم عيسى، ما انا لك في ايه؟ انت جايب لي يعني ميس ايجيبت؟ يا بنت معفنه غرض في 60 دقيقة، واللي زيها زي الهم على القلب. انا كده اتضايقت وانت اول مره تضايقيني. ما خلاص بقى يا عم عيسى، ما انا لك في ايه؟ محسسني انها بنت خالتك وانا ضيعتها. والبنت عزه. يا دي النيلة على احداث 24 ساعة اللي زي النيلة، مالها زفت؟ مش عايزة تنزل العيل، وأم عزة ممرمطاها، وهي على قلبها زي العسل. ما تنزلي بتترات أم النشرة دي بقى، اتكل على الله يا شمس، ولا لسه في نصايب تانية؟ لا ما عنديش، بالاسم. سلام. ولا زيزو، أنت عزفت؟ أيوه فرخي، في إيه؟ بقول لك إيه؟ عايزك تطلع دلوقتي على الدكتور مجدي تحجز عنده وتبيت على اوضته والعمده، وبكره تاخدهم وتطلع على ام عزه تخلص موضوع عزه. ما اشوفش خلقه امك الا وانت مخلص. فرمان ويتنفس يا فخامه. يلا غور. استني يا شوشو، انا اللي هفتح. خشي اوضتك واقفلي عليك. حاضر يا ماما. مساء الجمال والدلال على الحريم اللي ما عندهاش عيال. هي فين؟ جوه. تعالى رجاله. استنى عندك، قول لهم ما يتغشموش عليا، البت ما فيهاش خبطه. ما تقلقيش، احنا عارفين احنا بنعمل ايه. وما فيش تعاوير في الوش. ما قلت لك ما تقلقيش. يلا رجاله. فين يا زيزو؟ هاتوها. انتوا عايزين مني ايه؟ يلا سيبوني. يلا سيبوني. يا ماما 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 يا ما
زيزو. يا دكتور. امال فين الست؟ موجوده بره، انا قلت ادخل الاول اديك الحساب عشان ما يبقاش قدامها. كلك مفهوميه. مش هتعدهم؟ الدار امان يا معلم زيزو، خليها تتفضل. ماشي. ادخل. ايه ده؟ لا لا، انا ما كنتش فاكر الحكايه كده. امال كنت فاكرها ايه؟ امال احنا مديناك الفلوس دي كلها ليه؟ يا حبيبي انا كنت فاكر انها موافقه. لا مش موافقه، والله العظيم ما موافقه. بس يا بنت الكلب. بس ما يصحش الكلام ده، ما يصحش الكلام ده تعمله هنا. قولي لي يا بنتي، انت في الشهر الكام؟ الرابع. يعني في الرابع. طب لو سمحت بقى خدوها واطلعوا بره. نعم يا اخويا. ايه في ايه؟ طب ايه؟ بس يا زينب خلاص انا هعمل لها العمليه. ايوه بس بعد ما اخلص تشيلوها على طول، ما تقعدش في العياده. وخلي بالك دي في الشهر الرابع، يعني ممكن يحصل لها حاجه. الاعمار بيد الله ومحدش بيموت ناقص عمر. انا هاخد 10 كمان زياده وتراضي زينب. ماشي وعينيا يا زينب. انا هاخد الفلوس في الاول قبل ما احط ايدي في اي حاجه. لا يا حبيبي، هتحط ايدك الاول بعد كده انا بنديك الفلوس زي بعضه. خش. لو سمحتوا اطلعوا بره ونادوا زينب. تعال. بس كده كده ابو سيدك سيبنا امشي. ما تخافيش يا بنتي، بس واضح ان الناس دي مش هتسيبك ولا تسيبنا لما ننزلهم. عشان كده انا عايزك تساعديني عشان ما يجرالكيش اي حاجه. ماشي. انا هندهلك زينب دلوقتي، هتاخدك تستحمي وتتشالي. اتفقنا؟